السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودرسي كتابكي صلاح المجتمع، وحنقبل لابين حديث كاسديتن يوليح وفدقين سديد يتمناد. الحديث السادس وثمانون حديث سديد يوليح ذن أنا بموسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وقال وحيري: إنما مثل الجليس الصالح مجلس وناكسن قفكي لم فريستي تساليه سوحو لمديهي إيا وجليس السوء مجلس حلمتك فريستي كحامل المسك مد أذق حمبارسن وهيا أيو لمديهي جليس صالح ما المجلس وناكسن قف فريستي مجلس حمانة ونافخ الكيري متك بوفينك الدبك مركا معناها بوفينك الدبك اللي وقفوفيو براه لدلالين أيو مجلس حما كي فريستي نساسو كلو تسالو يهي بن يولي بركاس النبي صلى الله عليه وسلم فحامل المسك متك أذق حمبارسن وحويه صدح مدن بعد كهلا هذا الله فريسته إما أن يحذيك إنه كسيه إما أن يحذيك إنه كسيه المسك ده معناه مسك إنه كسيه يحذيك بمعنى يعذيك كسيه كو وإما أن تبتاع منه إن أتكيب ستبه منه معناه مسك جاء أتكيب سته متى صدح هذا دون كسيه ما أتكيب سنين وإما أن تجد إن أتكهش منه متك حامل المسك مركا لفرده ريحا أذق طيبة ونكسا صدح على مدى ما كاليسا مركا مجالس الخير كالله هي علمك يميل والبا تاسل إلى مجالس سوء وقاتك يحنتي يلغونا ونافق الكير واكا نبي قول ونافق الكيري متك كير كأفوف يينا إساق هذا لفرده لو مدى ما كالي إما أن يحرق إنو قبا ثيابك دركاك انت الله فرد بوفينك مركو توم دملها دولية إنو دركا كاقب واكو مدى لباد وإما أن تجد إن أتكيش منه نافق الكير كاسي ريحا أر منتنة أريس منتنة أريس لباد أميد ما تكير بنبو عليه الصلاة والسلام مركا مجالس صالح معناه وحوية المجالس معناه جليس صالح وضدك ميالها خير كاللوهي وناق اللوهي تنكلنا وعكس هذا وما لا حمانت الوهي هي سهي هي لغو هي حنت هي تاوي الحديث السابع وثمانون الحديث سديتن يتضوى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة وحيري سمعت عن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك يقول له كل أمتي أمتي إذا ضمانت معافى ولود دم بدافيا إلا المها مجاهرين كو دم بغالجهرية لدواقيمين إلا المجاهرين وإن من المجاهرة دنبقوا للادة واقول للجهر وبنانك اللي كانوا حاكم نضا أن يعمل الرجل قف إنو سمييو بالليل هبينك عملا عمل حنبو سميي فحشي هابو سميي وحدون بها النقضة ثم يصبح مركز وابرسي ثم يصبح واقب أبريي وقد ستره الله اللنا واستر عليه سوى كركيس دنب حنبو سميي إلى هنا واستري فيقول وحديه منكي دم بقى سمي يا مقبدي يا فلان وهبل وعملت وحان سمي البارحة حالي كذا وكذا حالي دم بقى يدم بقى سمي وقد بات وبريستي يستره إسوغ واستوري ربه ربي واجب وحبري إسوغ إلهي واستوري ويصبحون وبريسا يكشف إسوغ فيدي ستر الله الله أستردي وأستري عنه إسوغ دم بيجيبوا شغلوا دواقيا وحلا حلا وحنا نسميه في زينة نسميه كنا نسميه كنا نسميه وتاوي مركو حاوي نكو كلو نو الله دافي النبي ونكو سال ولا جهري مويد حديث وحقتان قبل الحديث الثامن والثمانون حديث كسديتني سديت عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنهما جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال سعيد وحوري بايعته وحن كلهم مبايعون كوك عن قاعدون كل شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك على إقامة الصلاة الصلاة إنان أوغو أركان تادي شروط تادي هيئات كذي مبطلات كذي على إقامة الصلاة صلاة إنان أوغو وإيتاء الزكاة الزكاة إنان بحيان كوكا عن قادون كل مبايعو دي والنصح داعد إنان النقضو لكل مسلم قفك السوى مسلم ورطن داعد إنان هذا وخيامة إيا غشك إيا النفاق إيا وحاس عن سكاكتكو عزيزك مسلمي بخاري باوري بركة صحابي والنبي وحن كلها شيء بوليه سيداسن قوله شقف كسو مسلمان اساسا او تالو انو صلاه اوغو وزكاده اسكا بخي خولا حدو ايسو او مسلمين تو دعادو نقدو حديثك ولا حديث التاسع والثمانون حديثك 89 انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال انس بوحو يري
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحيلي إني أنا أقول لأدخل وحنقليا في الصلاة صلاة دي بنقليا وأنا أنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام أريد وحندونيا أن أطيلها إن صلاة دي أريو أي دوني مركان قالوا فأسمع وحن مغلي بكاء السبي عنقي يرى أوهنتيس عنقي يرى هو يدي صلاة صفك كل شرته أوهنتي عنقي بان مغلي فأتجوز مركاسا سو كوبي سو قابيني في صلاتي صلاة دي بان سو قابين سببت مركان أبو شيخ ومما أي الذي تي أعلم أنوغهي من شدة وجد أمه هو يدي هلتان كأذق أي كهلي من بكائه إلم هذا أوغي أويا حزن يمركت أي دريمي أيان أصوه قابين بو نبو عليه الصلاة والسلام ورحمة النبي عليه الصلاة والسلام وحولي نبو صلاة دنقل يانو دوني إنا ديريو مركاسا قبر صفك كتشر تلعونو قيدي با أوي صلاة دي بان صوه قابين بو يري سببتان وحاوي أغانشان أغاهي شدة أذق أي قبر عنقا كوي بير كذا كل عيا أي نص قابين بيري تاوي يا نبي عليه الصلاة والسلام توت المامي هذا نقول إنه على الحديث التاسع والثمانون حديث كسديت النسقال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أنس بن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قل إني أنا أقول أدخل وحنقل يا في الصلاة الصلاة جذه وأنا أنا أقول أريد وحندون يا نطيل هاي نغيره فأسمع وحنمغلب بكاء السبي عنقي أويي أيان مغلية أو هنديسة فأتجوز وأن قابنا يا في صلاتي صلاة ديدي مما أعلم وحن كؤغه من شدة وجد أمه من شدة وجد أمه هو يدي هلتان كأذك كهليسو من بكائه عنقاس الحديث التسعون حديث كسغاشن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أبا هريرة الله كرر نغضي قال أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قحوري إذا أما هدو إمام النقض أحدكم قف إذنك إذنكم مذا الناس ضدك فليخفف هاو سوى قابيو ضدك صلاة هاو خفيفيو فليخفف هاو خفيفيو هاو سوى قابيو أسباب تبو نقو حشيو عرف فإن فيهم ضدك ونحضو ذا وحكوشير صلاة الله قابين الصغير مذير والكبير قف وين ايتاق نذو نبي والضعيف مد ايت نبي معنى الضعيف وطبر داران وذا الحاجة مدن صاحبة أما السفر أما الدن له أما الدن أون له وإذا صلى هدو تكن يقف كل نفسه كلي قنو تكن فليطول حتى يري صلاة ما شاء انتو دون انتو دون حتى يري إلا إن وقت كذا كبحي موي برك حديث كان أي مدي بخاص كوي هايو وفك مركو ضدك إمام بوي هاي صلاة الخاصو قابيو لها فليخفف ها خفيفيو نبو عليه الصلاة والسلام حيوري فإن فيهم الضعيف مد يربا قدا شودا كود حجرا فإن فيهم لحظة واحدة صغيرة والكبيرة مد وين والضعيف مد تبردر وذا الحاجة مدن صاحبة وإذا صلى لنفسه قفته نفتي سوتو كنا فليطول هاته يا ريو ما شاء انتو دون لكن بشرط حول وقت صلاة إنهم بحن هذا نقول لنا دي بسوق بنا الحديث السادس وثمانون حديث كسدات اللح أنا أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه صحابي قال لك رأنا قضي وعبد الله بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم ونبو قالوا حري إنما إن كلمه مثل الجليس الصالح قف وناكسن لفريس إيسا تساليه سوحوي إيه وجليس سوء مدح لفريس إيسا كحامل المسكي مد أذك هيئو هاي حمبارسا إيه ونافق الكيري مدبوف أفوفيا فحامل المسكي مد كأذك حمبارسا يوضا صدح مد مباتكيلي إما أن يحذيك إنو كسيو وإما أن تبتاع عيناتك إيبست منه معناها مسك قاس منهم من المسك وإما أن تجد إنات كاش منهم من المسك ريحا ضيبا أروانا كسن إنت الله فرده صد على مدهم ينغل ونافق الكيري متك أفوفا يبوفين كان أنا إما أن تحرق إنات كاش وحاوي إما أن يحرق إنو قبو ثيابك دركاغا بمبلاك دول دولي وإما أن تجد منه إنات كاش نافق الكير ريحا منتنة ريح أريسة الحديث السابع والثمانون حديث كزيتني تضبا أنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي كان كم غلي سقوله كل أمتي أمتي إذا معافى ومد له الدم بدافي إلا المجاهرين كوى الدم بقال جهر موين وإن من مهاجرتي كوى الجهر وحاكم ذا أن يعمل الرجل غفن سمي بالليل هبينك عملا عمل حن ودم بسمي ثم يصبح وابريستي
وقد ستره قفكاس إلهي وأستري عليه سو كركيسة. فيقول حري يا فلان هبلو عملت وحن سمي البارحة حلي كذا وكذا دمبقا يدمبقا سنسمي. وقد بات وابريست يستره ربه ربي إسو أستري ويصبحون وابريست يكشف إسو فيديا ستر الله أستركي عنه الله وأستر إسو. الحديث 88 حديث إسداد إسداد عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنهما قال جرير وحوري بايعته وحنكوك عن قادم كل شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي على إقامة الصلاة صلاة إنان أوغو وإيتاء الزكاة زكاة إنان بحيو والنصح إنان داعات النقض لكل مسلم قفك سوى مسلمة رواه البخاري ومسلم. الحديث 89 حديث سديتا يسأل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أنس بن مالك وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول وحوري إني أنا ولا أدخل وحان قليا في الصلاة الصلاة دي وأنا أنا قلنا محمد عليه الصلاة والسلام أريد وحان دوني أن أطيلها صلاة إنا ديريو فأسمعوا وحان مغليا بكاء السبي المهير أوهن تيسا فأتجوز وحان سو كوبي سو قابن في صلاة صلاة دي دا مما أي الذي كيبان سو قابن أعلم أن كوغهي من شدة وجد أمه هو يذهل تانك أذك أي كهليس من بكائه سبيغاس أوهن تيسا رواه البخاري ومسلم. حديث كان أقدم من الحديث 90 حديث كالسغاشن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله إذا أما أحدكم وفي ذنك إذن كم ذهدوا إمام النقضة الناس ذاتك فليخفف هو كوب ذاتك هو خفف ذي هو سو كوب معناها ذاتك صلاة هو سو كوب فليخفف خفيفيه فإن فيهم ذاتك وحكود حجرة الصغيرة مدير والكبيرة مدوين والضعيف مد تبردرا وإذا الحاجة مدى صاحبة رواد قالوا عقود روال مريلا وإذا صلى لنفسي قفك هدو كلي تكنيو فليطول هدريو ما شاء انتو دونه. القاسم قدو لساقنا وجزاكم الله عزيزي. استمعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.